هي مو فكرة انتصار، هي فكرة الواحد إذا يريد فعلا ينتصر على المواقف كلها يخلي توازن بين العقل والقلب. القلب إلى عقل لوحده يفكر بوحده. هل ايش يقول لك؟ أفكر بقلبي ولا بمشاعري؟ أخذ قرارات أو أتخذ قرارات من قلبي ولا من عقلي؟ فلما العقل والقلب يتفقون مع بعض تنتصر على أي موقف وأي شهوة من ناحية أكل أو أي إرادة ممكن تنتصر عليها، لأنه الاثنين متفقين وما في صراع داخلي ولا جهاد نفس. تمام. طيب كيف الواحد يخلي العقل والقلب متصالحين زي المتجوزين؟ هم متجوزين متصالحين؟ يا لهوي. لا يعني دائما اكو صراع يكون بين الاثنين. الفكره انه الواحد لازم يستخدم مثل ما ذكرت قبل شويه الصلوات او التراويح او التنفس. شو يصير لما يكون اكو صله في الصلاه؟ يكون نوع من التامل ونوع من التنفس ونوع من السكون الداخلي. هذا السكون الداخلي من ذبذبات العقل يصنع نوع من السكون والهدوء اللي يربط العقل والقلب مع بعض، بحيث أي قرار تريد تتخذه الاثنين يتفقون مع بعض. ممكن تستخدم هذه الطريقة خلال الصلاة، قبل النوم، خلال اليوم. الواحد بس يأخذ لحظة ويحط تركيزه في مكان واحد، وهذا المكان اللي هو أسهل مكان النبضات القلب. إذا تحط إيدك على قلبك أو بدون ما تحط إيدك على قلبك، ممكن بكل بساطة أنك تجرب تحط تركيزك على دقات نبضات القلب. تدوم تدوم تدوم. هتحس نفسك هديت، ولما تريد تتخذ أي قرار، قرارك يكون سليم وما يكون فيه صراع داخلي. هذه الطريقة جدا بسيطة، ولكن لما نريد ناخذ أي قرار بحياتنا، إذا نستخدم بس هاي الطريقة 5 دقائق قبل القرار، تلاقي ممكن بدل ما تاكل هالبسبوسة تاكل السلطة. كنت فين يا غيسة قبل ما عك العك اللي أنا عكيته في حياتي كلها؟ ده أنا حياتي كتلة من الأخطاء بسبب هذا الصراع اللي بنتصر فيه أي حاجة غير العقل. هذه واحدة من الطرق اللي الواحد يقدر أكيد طبعا يتخذ قرارات، إن كان بالأكل أو إن كان بالإيمان أو إن كان بأي شيء بحياته. ولكن الوعي الذاتي وتحسين الذات وتطوير الذات كله يبدأ بكلمة الكلمة الذهبية، وهو الوعي. الوعي ثم الوعي. لازم الواحد يكون عنده وعي أنه عنده مشكلة، إن كان في الأكل أو إن كان في التفكير السلبي أو إن كان في الصراع الداخلي. لما يكون عندك وعي تقدر تتخذ الخطوات الباقية أنك تغير هذه المشكلة أو هاي العادة السلبية إلى عادة إيجابية. هقول لك حاجة ماشية في الخط اللي أنت بتتكلمي فيه، عارفة أو مش عارف، يعني أنت أكيد عارفة، بس قصدي تبص تلاقي مثلا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، واحد بيقول له أوصني، يعني أوصني يا رسول، قولي وصية. فقالوا لا تغضب. قالوا ايه تاني؟ قالوا لا تغضب. قالوا ولا تغضب، هو اللي حضرتك بتتكلمي فيه بالظبط، انك لما بتطرق العنان لمشاعرك للافكار السلبيه اللي بيسيطر عليك، يعني في شيء واحد احنا ضامنينه، هتغضب، هتاخد قرار غلط، هتندم. صح. عشان كده يقول لك لو انت بتتخانق او متعصب وانت واقف، اقعد، روح اتوضى، روح صلي ركعتين. في الفرنجة يقول لك ايه، الانجليزي يقول لك ايه، يقول لك سليب ونت، ما دون دو ميك ديسيجنز ناو، ما دام انت مضغوط وزعلان ومتضايق اوعى تاخد قرار دلوقتي، نام، اهدى. صح. اعمل حاجه تانية. ليا واحد صاحبي بروفيسور يعني كبير في جامعه في امريكا، كان مره كانت في خناقه جامده جدا في اجتماع القسم وكلام زي كده، فانا حاولت اهديه ومش عارف ايه وكلام زي كده، قال لي يو هاف تايم، قلت له، قال لي ام جونا كلين اب ماي كار. فانا فاكر ان هو هياخدها يوديها حته، قال لي لا انا الكلينت، يعني هو هيقعد يضيع طاقه الغضب اللي عنده في انه يقعد، جاب خرطوم ميه وقعد يعمل، وانا فضلت اساعده وعمال بيصفر وبيغني، بيقول لي انا انجري، انا غضبان، فلو انا عملت اي حاجه دلوقتي غير ان عارفه ديستراكت هيز مايند، بيشتت تفكيره، فانا غير تركيزه، زي ما انت كنت تقولي الصلاه، التنفس، تعمل. صح. اي اجراء يترتب عليه انك ما تخليش مستوى الغضب يسيطر على تفكيرك، او حتى ممكن تكون مستوى الشهوه، مستوى اي حاجه، يعني مش بس الغضب. صح. انا الكلام صح ولا غلط؟ صح 100%، لانه اصلا احنا ذكرنا بالحلقات اللي قبل انه المشاعر هو عباره عن رادار للجسم، رده فعل التفكير. احيانا الواحد يمشي ويا الغضب مالته، ولكن انت ذكرت نقطه جدا مهمه وهو تغيير الاماكن وتغيير حركه الجسم. سبحان الله، تركيبه جسم الانسان لما نتغير
جسمك أو مثلا ظهرك تخليه عدل جالس وتنظر إلى فوق أو تغير مكان إلى مكان أو تنط بمكانك يعني نوع من الرياضة تجبر جسم الإنسان أنه يفرز نسبة من الإندورفين أو الدوبامين وهذه هرمونات السعادة. فلو أنت كنت غضبان أو كنت معصب بمجرد ما أنك تغير جسمك تعدل ظهرك ترفع راسك حتشوف أن نفسيتك راح تتغير. ليش؟ لأنه الجسم ده يفرز هذه الهرمونات أو أنت ده تجبره. عمرك شفت حد زعلان هو ظهره مستقيم وراسه لفوق؟ لا. ومبتسم؟ بيبقى دايما أنجري ومتحفز وغضبان ومتأوس كده كأنه عايز يدي حد بوكس ملاكمة يعني. وهذه ممكن توجيهها ممكن نعطيها لكل الناس اللي ده تشاهدنا حاليا، أنه لو شفتوا أي حد من حبيب صديق أو زميل حاس بضيق حاس بقهر حتشوفون أنه حينحني ظهره وراسه رح يتوطأ وبعدين الشلالات من دموعه رح تنزل. إحنا كأصدقاء وكحبايب شو نسوي؟ نطبطب عليه ونخليه ينحني أكثر ونقول له معلش لا احنا المفروض نخلي ظهره يتعدل بالضبط ويتنفس أحسن ويشرب مية وحاجات زي كده. فلازم يعني نخليه يعني يحط ظهره مستقيم يرفع راسه لفوق ينظر إلى فوق خليه يبتسم ياخذ نفس حتى يطلع من هذه الحالة إلى حالة أخرى. صح، العقل زينة ودايما لازم نخلي دايما دي أنا بقول يعني أنصح نفسي والمشاهدين دايما، إنما لو عرفنا نخليها 99% أحسن من 98 لا 95 أحسن من 90 90 أحسن من 70% دايما ندي لعقلنا المساحة الأكبر على اعتبار. وأنا برضو أحيانا لازم أقول حاجة مايس، أنا أحيانا عقلي بيخدعني فعشان كده لازم يكون في حياتنا حد حكيم. أنا بالنسبة لي الحمد لله ربنا بعت لي في مراحل مختلفة من حياتي ناس أكبر مني في العمر وعندهم حكمة فأستشيرهم في الموضوع الفلاني. أنا حاسس أن أنا ماشي وراء عواطفي ماشي وراء غضبي ماشي وراء إلى آخره، يقولي لا إهدى ناخد الموضوع وكذا وكذا فبتاخده من عقله يحط في عقلي. مش ده برضو مفيد في التنمية الذات أن الواحد أكيد. يكون له منتور أو حد كبير يرجع له وقت أكيد تمام. وإحنا في فقرتنا إن شاء الله قدرنا نكون منتور وقدوة إلى الآخرين حتى يتخذون والله ما قصرت. هذه كانت فقرة إلى الأفضل، رح نكمل وياكم الفقرات الجاية.